الحديث عن تعطيل الموازنة معنا من عمان دكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي. دكتور صباح بداية مرحبا بك. من جديد يفشل البرلمان بتمرير قانون الموازنة، ما الأسباب الحقيقية؟ دكتور صباح هل تسمعني؟ حياك الله. نعم. الموازنة 2019 تحوي من المشاكل الكبيرة، خصوصا كان يعتمد على أن تكون 2019 حالة تحولية عما حصل في الموازنات السابقة من حيث النمو في حالة تنمية إعمار المناطق المدمرة بعد داعش، ولكن مع الأسف الأهداف التي رسمت من أجلها 2019 لم تحقق ما يطمح له الشارع العراقي، ممثلة أولا أن العجز الموجود في الموازنة ازداد عما هو عليه في 2018 بشكل واضح المعالم، حيث قدر بحدود حوالي 22 تريليون دينار عراقي، ما يقدر ب 19 مليار دولار. كذلك أيضا اعتماد الموازنة على 56 دولار للبرميل الواحد، هذا في الظرف الحالي هناك شكوك دولية كبيرة بعدم استقرار أسعار النفط أو الزيادة إلها، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا ازداد إنتاجها في 2018 إلى بدايات 2019 بما يعادل حوالي 2 مليون، أي أصبحت تنتج بحدود حوالي 11.2 مليون برميل يوميا، وهذا يزيد من الفائض الموجود في السوق الدولية، أي أن هناك تحسن للأسعار قد يكون طفيفا أو قد يؤدي، خصوصا بعد انتهاء موسم الشتاء في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لاحظ قد يؤدي ذلك إلى انخفاض سريع في أسعار النفط، وخصوصا أن الدول الريعية مثل العراق تحاول أن تزيد من إنتاجها رغم الاتفاق الموجود في أوبك على تخفيض الإنتاج إلى تقريبا 1,200,000 برميل يوميا بالتعاون مع كل من روسيا والسعودية ودول الأوبك. إذن العراق حقيقة في موازنة 2019 هناك خلل كبير في اعتماد 56 دولار للبرميل الواحد، هذا جانب آخر العجز في العراق مخطط له، يعني مبرمج منذ 2003 ولغاية الآن، باستثناء موازنة 2016 أصبح العجز حقيقي نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى الثلاثينات. ولذلك نلاحظ أن التخطيط للعجز يدلل على أن هناك فسادا ماليا وإداريا سيحصل في الموازنات، وهذا حاصل في جميع الموازنات الموجودة في العراق. إضافة إلى نلاحظ موازنة، من يتابع موازنة 2019 يلاحظ أن عملية تمويل العجز من 27 مؤسسة بنكية واستثمارية ومالية خارجية وعراقية، وهذا يزيد من حالة الشقاء وعدم إمكانية تنظيم الدين العام الذي يقدر في الموازنة 2019 بحوالي 11 تريليون دينار عراق، أي ما يعادل بحدود حوالي 9.5 مليار دولار. دكتور صباح، وهذا كيف سينعكس تأخر الموازنة على دفع الرواتب للموظفين والمشاريع المهمة أيضا؟ حقيقة دفع المرتبات ليس به إشكالية، حيث هناك ما يقدر بحدود حوالي 4 تريليون دينار موجودة في مدورة في وزارة المالية، ليس هنا المشكلة. المشكلة الأساسية في عملية اعتماد المشاريع، عمليات التخطيط لإنجاز
ما هو مقدم من قروض موزعة بشكل خطير، أنا أعتبرها خطير جداً، حيث موزعة على الوزارات وكأنها تخصيصات من صندوق لعمليات الإنفاق، ولن يدلل هناك حالة من حالات الاستثمار الحقيقي في عملية التنمية لوصولاً إلى الأهداف الحقيقية المرجوة. ولذلك نلاحظ اعتمدت كثيراً من الأرقام الموجودة في الموازنة لا تدلل على وجود سياسة حقيقية تعتمد تنضيج وإعادة إعمار المناطق المدمرة التي لم تحظى بأي شكل من أشكال التخصيصات. لماذا أهملت المحافظات المدمرة؟ المحافظات المدمرة لماذا أهملت في موازنة عام 2019؟ حقيقة الإهمال للمناطق المدمرة التي دخلها داعش يأتي بالدرجة الأساسية لحالة الصراع السياسي والثقافة الطائفية الموجودة في مؤسسات الدولة، خصوصا الأمنية منها التي استحوذ، يعني نلاحظ أكثر من 25% من الموازنة مرصودة للدفاع والداخلية والأمن والمؤسسات المرتبطة بها والحشد وغيره، وهذا يشكل لنا بصراحة استنزاف كبير جدا للإيرادات النفطية الداخلة إلى العراق. دكتور صباح الله الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.